والبشري والمعنوي على امتحان بداية من استقبال الأسئلة الوافدة من الديوان والمرفوقة بعنوان التربية على متن طائرات عسكرية وتجميعها على مستوى الغرف المؤمنة المجهرية لهذا الغرض، ثم توزيعها يوم الامتحان على مستوى 8 مراكز الموجودة على مستوى الولاية رفقة الحماية الأمنية وفق المخطط الأمني المعد لهذا الغرض. كما تجدر الإشارة إلى المراكز 8 مهيئة لاستقبال الممتحنين، لا من حيث التكييف، كل القاعات، توفير الماء المعدني البارد وكل ما يتطلبه المركز. وكذلك علاوه على كذلك على توفير الوسائل الخاصه بتطبيق البروتوكول الصحي، وهذا تشديد في هذا المجال من حيث الكمامه او التعقيم داخل الاقسام او التعقيم الكلي للقسم اثناء الفترتين الصباحيه والمسائيه. كما اشكر من هذا المنطلق كل القائمين على انجاح هذا الحدث الوطني من أساتذة وعمال مهنيين وإداريين وإلى آخره من العمال التربية. كما لا يفوتني أن أشكر جنود الخفاء من رجال الصحة والجيش والدرك والشرطة. وتجدر الإشارة بأن ولاية عين صالح لديها 8 مراكز بهم 2271 مترشح، منهم 1135 نظامي و1136 حر.